بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم أعزائي الطلبة وطلبات الصف السادس الابتدائي لغة، معكم مستر طه الغيطي من قناة دروسك أونلاين. هنبدأ النهاردة إن شاء الله نحل أول تمارين كتاب المعاصر بولين بوت ترو إف ذا نمبر إز أن إنتجرز، يعني حط علامة الصح لو كان الرقم ده عدد صحيح. إنتجرز إنتجرز يعني ما فيش فيه فراكشن ولا فيه ديسيمال بوينت، أوكي؟ ما فيش فيه ديسيمال بوينت. طيب الـ 7 هنا فراكشن، يبقى ما فيش، لا اتاكد الاول، اتاكد منين؟ انت مش لسه قايلها يا مستر دلوقتي، لو جه لي فراكشن يبقى مش انتجر، انت هتتوهني معاك ليه؟ معلش. هتتاكد الاول ان اذا كان الرقم اللي فوق ده بيبقى الاسم على الرقم اللي تحت ده ولا لا؟ مش فاهم. يعني ال 8 ينفع اسم على ال 2 ديفايدنج 2؟ 8 ديفايدنج 2 او 2 باي 8 ايكوال 8؟ 2 باي 8 ايكوال 8؟ 4 اهو طلع لي 4، يبقى ال 4 ده ايه؟ انتجر. طب 2 اوفر 5 ما تنفعش، في حاجه بضرب في 5 بتطلع 2؟ لا طبعا. طب نيجاتيف 15 انتجرز، ما انا فاهم، فاهم نيجاتيف، نيجاتيف 100 طب 3.2 لا، 3.2 لا لان فيها ديسيمال بوينت. طب وهنا الزيرو موجود. طب ديت مستر مش موجود، اتاكد الاول. اتاكد ازاي؟ ارفع الكاس زي ما اتعلمنا في الترم الاول، المقام هنا نفس المقام هنا 3، واضرب اعمل ملتبلاي وبلس، ملتبلاي وبلس 2 باي 3 6، 6 بلس 1 ايكوال 7، بقت 7 اوفر 3. فعلا ما تنفعش، اتاكد الاول برضه. بقول لي هنا هنحط ايه العلامات دي؟ دي انت خدتها برضو في برايم 5. انت خدتها برضو في برايم 5 اللي هي دي اسمها ايه؟ بلونج نوت بلونج، سبست نوت سبست. يعني ايه؟ دي موجوده او مش موجوده، ودي برضو موجوده او دي مش موجوده. طب انا هنستخدمها ازاي؟ ما الاثنين نفس المعنى. استخدمها لما يجيب لي رقم ما فيش فيه ست، دي اسمها ست. ما فيش فيه ست، ما فيش فيه ست كده. رقم جاي كده 3 مثلا كده، يبقى هاخد له يا اما بلونج اور نوت بلونج، بس كده تمام. اما اي حاجه تاني اجيب لها ايه؟ سبست اور نوت سبست. ماشي يا اولاد؟ يبقى ركز معايا عشان ما تتوهش مني، ركز معايا تمام. يبقى 3 لو جاب لك رقم من غير ست، من غير مجموعه، من غير بوابه، تمام، من غير بوابه، يبقى ايه؟ اجيب له يا اما بلونج اور نوت بلونج. بسم الله. النيجاتيف 3 موجود في الناتشرال نمبر، ركز بقى معايا بقى. الناتشرال نمبر هي عباره عن كلها ارقام من اول 0 1 2 3 سو اون، يعني مفيش فيها ارقام نيجاتيف، مفيش فيها ارقام نيجاتيف. فالنيجاتيف 3 موجوده في الان؟ لا طبعا مش موجوده. فاجيب لها نوت بلونج ولا نوت سبست؟ ما هي مش موجوده، اجيب لها نوت بلونج ولا نوت سبست؟ طبعا هنا ما عندهاش ست، يبقى اجيب لها نوت بلونج. طيب الزيرو موجود في البوزيتيف؟ لا طبعا. الزيرو اللي هو بوزيتيف ولا هو نيجاتيف؟ لا طبعا، يبقى اجيب له برضو نوت ايه؟ بلونج. طيب الزد النيجاتيف موجوده في الزد او بنت الزد؟ بنته، فاجيب لها يا مستر، هجيب لها سبست عشان موجوده. طب ليه يا مستر ما جبتهاش بلونج؟ قلت لك الحاله الوحيده لما اجيب فيها بلونج لما يجيب لي رقم من غير ست، من غير ست. طب يا مستر ما هو جايب لنا برضو رقم من غير ست. لا ده مش رقم، ده ست، ده رمز، يعني ده مجموعه، ده ست. الرموز في الماس معناها مجموعه في الجبر يعني. يبقى الزد نيجاتيف بنت الزد؟ بنتها، بجيب لها ايه؟ سبست. ينفع اقسم في حاجه بتضرب في الفايف بتطلع لي 13؟ لا طبعا. يبقى ايه؟ نوت بلونج ولا نوت سبست؟ مفيش عندها ست، اهو ده الرقم اهو، مفيش عندها ست، يبقى نوت ايه؟ بلونج. الان بنت الزد؟ بنتها زي ما احنا اتعلمنا دلوقتي اللي هي ستهم، بنتها، بجيب لها ايه؟ سبست ولا بلونج؟ طبعا الرموز بتاخد لها ايه؟ سبست. هنا قلت 12 ماينس 6 احلها الاول، 12 ماينس 6 ايكوال 6، بقت 7 اوفر 6، انا حليت دهيت بقت 6. ال 7 ينفع اسمها على ال 6؟ لا طبعا، يبقى اجيب لها ايه؟ نوت بلونج برضو. النيجاتيف 5 موجوده في الزد، الزد فيها ارقام نيجاتيف؟ موجوده، يبقى اجيب لها سبست ولا نيجاتيف ولا بلونج؟ بلونج ولا سبست؟ طبعا عشان في عندها ست هنا فاجيب لها ايه؟ سبست. الناتشورال نمبر فيها ال1؟ فيها نيجاتيف 2، يعني فيها ارقام نيجاتيف. الناتشورال عدوه الارقام النيجاتيف، مفيش فيها الناتشورال نمبر، يعني الاعداد الطبيعيه اللي احنا بنتعامل بيها في حياتنا احنا. ممكن اروح اقول للراجل اديني بنيجاتيف 4 شيبسي، بنيجاتيف 10 لانشون، ولا هات لي والنبي علبه سجاير نيجاتيف 12؟ مفيش الكلام ده، خلاص. يبقى الناتشورال نمبر اللي بتعمل بقى في حياتنا مفيش فيها ارقام نيجاتيف. هتقول يا مستر يعني ايه؟ يعني مش موجوده.
هتقول لي بس الوان موجوده، لا بس النيجاتيف 2 مش موجوده، والشرط عندي لازم يكون عندي الاثنين دول موجودين مش واحد بس. طب يعني يا مستر اعمل ايه؟ يبقى مش موجود، اجيب لها نوت برونج ونوت سبست، عندها 6 يبقى اجيب لها ايه؟ نوت سبست. طيب الرقم ده فراكشن يبقى على طول مش موجود، مش موجود، اجيب لها نوت برونج ونوت سبست عشان عندها 6 يبقى نوت ايه؟ سبست. ده بقى اسمه ابسليوت. ايه ده؟ ابسليوت ايه ده؟ انزل تحت كده، تعال معايا تحت كده، اسمه ابسليوت. ابسليوت ده عباره عن خطين كده، لاين كده ولاين كده، تمام، بتحط فيه اي رقم نيجاتيف يطلع لي بوزيتيف بس. يعني بس يعني اي رقم جواه نيجاتيف يطلع لي بالبوزيتيف. خلاط، خلاط بتاع ماما ده، تتك على الزرار بتاعه على طول يحول لك كل حاجه فيه لحتت صغيره، فتحط فيه الرقم يطلع لك بالبوزيتيف. ولو يا مستر برضه طلع لي، ولو الرقم فيه موجود بالبوزيتيف يطلع له بالنيجاتيف. لا غلط، ما تحطش التاتش بتاعك. اي رقم جواه لازم يطلع بالبوزيتيف. طب لو الرقم ده جوه مستر مثلا بالبوزيتيف هيطلع بره برضه بالبوزيتيف، ما يعملش فيه حاجه، براءه كده بس كده، بس كده. طب يا مستر كده لو قلنا مثلا سالب نيجاتيف 15 هتديني ايه؟ 15 والله، والله. طب لو حطيت مثلا ابسوليوت 15 برضه هيطلع 15. قال لا، يبقى اي رقم جوه هنا بالبوزيتيف او بالنيجاتيف يديني برضه نفس الرقم من بره بالايه؟ بالبوزيتيف. مستر ايه سهله والله، ما فيش في حاجه صعبه. ماشي، طب لو قلت مثلا نيجاتيف 9 هيديني بره بالايه؟ بال 9. طب شوف دي بقى، اشوف ايه؟ ما انا شفت كتير، شوف دي نيجاتيف، نيجاتيف 11 ابسوليوت. احل اللي في الكوه الابسوليوت الاول، احل اللي جوه الابسوليوت الاول بكام؟ ب 11، اقوم كاتب 11، وهنا في نيجاتيف بره يطلع لي هنا. اقول مثلا ما تدخله جوه، انا مدخله مزاجي، لا ما تدخلوش جوه، يبقى اهي احطه هنا ايه؟ نيجاتيف ايه؟ 11. طب كمان واحده كده، حاضر. لو انا جيت قلت لك يا بلبوشي مثلا نيجاتيف نيجاتيف مثلا 25، ده احل دومه الاول هيطلع لي ب 25، والنيجاتيف اللي بره تتحط جنبيه بقت نيجاتيف ايه؟ 25. ده الابسوليوت. عرفنا الابسوليوت، عرفنا الابسوليوت. اها تعالى كده يطلع كده، ده يطلع بكام؟ ب 65 بالبوزيتيف طبعا. موجود هنا في النيجاتيف؟ لا طبعا، يبقى اجيب له ان بولونج عشان ما عندوش 6. 3 اوفر 7 مش موجود، يبقى نوت سبست. هنا 11 ماينس 5، وطبعا هنا معمول لها ابسوليوت. 11 ماينس 5 ايكوال 6، بقت 6 اوفر 3 او 6 ديفايد 3 ايكوالز 2، يبقى كل ده مطلع 2. ال 2 دي موجوده في الانتجرز؟ موجوده، يبقى اجيب لها الايه؟ البلونج عشان ما عندهاش 6. طب دي يا اولاد هتطلع بكام؟ بتطلع ب 5. طب هنا يا مستر ايه ده؟ ايه ده؟ بيقول لي ده في اكس اف ايه ايه؟ ابسوليوت اكس ايكوال 5 زين اكس ايكوال ايه اور ايه؟ ايه؟ الاكس ديت عبارة عن مثلا نقط. أنت متوه نفسك ليه ومصعب الدنيا ليه؟ نقط. يبقى يقول لك الفايف لما كانت جوه كانت إيه أو إيه؟ إيه؟ الفايف لما كانت جوه قبل ما تخرج بره وتاخد براءة، أيوه، لما كانت جوه كانت إيه أو إيه؟ كانت فايف أو نيجاتيف فايف. قلنا أي رقم جوه الأبسوليوت سواء بالبوزيتيف أو بالنيجاتيف بيطلع لي بره بالإيه؟ بالبوزيتيف. يبقى الفايف دي لما كانت جوه هنا كانت نيجاتيف 5 عشان يطلع لي 5، ولو كانت برضه بوزيتيف 5 برضه هتطلع لي بايه؟ برضه 5. يبقى اي رقم الناتج بتاع الابسوليوت لما يكون جوه الابسوليوت بيطلع لي بالبوزيتيف او بالايه؟ بالنيجاتيف. هتحل ده الاول، دي بتطلع 3، بقت 3 بلس 3 ايكوال ايه؟ 6. بقول لك هنا الست 15 موجوده في الانتجرز نيجاتيف؟ لا طبعا مش موجوده، يبقى نوت، نوت ايه؟ سبست علشان عندها 6. طب بوزيتيف يونيون 0 يونيون نيجاتيف يديني ايه؟ الزد. طيب بقول لك ان الزد ايكوال الناتشرال نمبر يونيون ايه؟ طبعا تكون يعني المفروض تكون حفظت من الحصه اللي فاتت. الناتشرال نمبر يونيون، يونيون ايه؟ الزد النيجاتيف. طب الزد بوزيتيف انترسكشن زد نيجاتيف يديني ايه؟ ايه المتكرر؟ انترسكشن يعني متكرر ما بين البوزيتيف والنيجاتيف، مفيش، فاي. طب الزد النيجاتيف بنت الناتشرال نمبر، في الناتشرال نمبر فيها ارقام نيجاتيف؟ لا طبعا،
يبقى نوت ايه بلونج ولا نوت سبست؟ نوت سبست. قلنا الرموز بتتعمل بالايه؟ بالطريقه بتاعه الست.